بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذه الندوة التي يقيمها القسم المهني بهيئة علماء المسلمين والمتضمنة محاضرة تحت عنوان أثر التعليم في رقي وتطور المجتمعات، والتي سيلقيها على مسامعكم الكريمة الدكتور محمد عبد العال النعيمي المتخصص في نظم المعلومات وتحليل البيانات الإحصائية. والدكتور النعيمي حاليا أستاذ في الجامعة الأردنية ورئيس جامعتي القادسية والبصرة ورئيس قسم الإحصاء في الجامعة المستنصرية وعضو الجمعية الإحصائية الأمريكية وخبير التدريب في مجال نظم المعلومات وتحليل البيانات الإحصائية. أرحب بالدكتور النعيمي وأترك له المجال لإلقاء محاضرته، فليتفضل مشكورا. حقيقة في هذا اليوم السعيد نلتقي بهذه الوجوه الخيرة لمناقشة موضوع مهم من المواضيع الأساسية اللي تهم بلدنا العراق، وبشكل خاص تهم جيل من أجيال هذا البلد الذي نكب بمجموعة متخلفة ومجموعة لا تعرف ولا تعلم وليس لديها العلم وليس لديها المعرفة كيف بني العراق وكيف كان العراق ولماذا أصبح هكذا العراق. حقيقة في هذا اللقاء الخير سنتحدث عن أهمية العلم والتربية والتعليم في بناء المجتمعات، ولا يخفى على مسامع حضراتكم أنه العلم سبحانه وتعالى في كتابه المبين قال بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. لذلك القراءة أمر رباني والعلم أمر رباني، وعليه تبنى المجتمعات عندما يكون هناك بناء حقيقي لأجيال، وهذه الأجيال إذا كانت متنورة ولديها العلم والمعرفة ستكون أجيال حقيقة بإمكانها أن تقود المجتمع إلى وضع أفضل. نيلسون مانديلا في أحد لقاءاته تحدث عن موضوع، قال إن العلم أو التعليم هو السلاح الأقوى الذي يمكنك استخدامه لتغيير العالم. والرسول الأعظم عندما كان عليه الصلاة والسلام عندما كان يتحدث للصحابة حول موضوع أنه المعرفة، رغم أنه النظريات الحديثة مع الأسف الأوروبية اللي احنا قاعد نعلم طلابنا بها الآن هي أغلبها مأخوذة من تراثنا الإسلامي ومن تراثنا العربي، لكن ما استطعنا أن نخرج هذه الجواهر بطريقة فنية في زمان معين وفي مكان معين لتكون هي النور الذي نحاول أن نشع به إلى طلابنا، لكن الغربيين استطاعوا من هذه الفلسفات ومن هذه الأقوال أن يضعوا نظريات كثيرة في هذا المجال، والآن مع الأسف احنا ندرس طلابنا هذه الكتب الأجنبية علما لو ترجع إلى أصلها تجد أنه علم الإدارة وعلم المعرفة هو جزء من تراثنا. وحتى الحوكمة اللي الآن يتحدث بها العالم كله، الرسول عليه الصلاة والسلام أول من تحدث بالنزاهة والشفافية والعدالة وغيرها وغيرها من المعايير. على أي حال، المحرك الأعظم لبناء المجتمعات هو التعليم. التعليم هو عبارة عن بناء البشر، ليس فقط يتعلم القراءة والكتابة مثل ما بعض الناس يفهمون أنه العلم هو فقط يقرأ ويكتب. العلم أو المعرفة عندما تعطى إلى المجتمعات الهدف منها هو أن نبني هذا المجتمع بطريقة أن يعي ما يدور حوله، ولذلك القراءة واحدة من الأساليب أو الأدوات اللي يحتاجها الإنسان حتى ممكن أن يصل إلى التعرف على الأمور الأخرى. ومن خلال القراءة وخاصة في هذا الوقت اللي صار فيه تقدم تكنولوجي عالي، وأصبحت الاتصالات وأصبحت الكوميونيكيشن والميديا وغيرها من الأمور الحديثة اللي تعطي معرفة للإنسان وتعطي معلومات بحيث يعرف ما يدور حوله. وعلى هذا الأساس كان العلم مهم كثيرا ومهم جدا بالنسبة للأجيال أنه يعي ما يدور حوله. وكانت هناك طبعا مثل ما تعرفون حضراتكم ليس
يعني لست منظرا الآن على حضراتكم بقدر ما أقول أنه كثير من الحالات اللي تم استعمارها للبلدان العربية بشكل خاص كان هدفها وكثير من الأهداف فيها هي تجهيل هذا المجتمع حتى لا يوعي ما يدور حوله. ولذلك نرى الاستعمار البريطاني كان هناك نوع من عدم نشر الوعي الثقافي للمجتمعات حتى لا يعي ما يدور حوله، وإذا وعى ما حوله سينهض، وإذا نهض سوف يكون ضد المصالح التي أتى به هذا الاستعمار. ولذلك مرت الأمة العربية يعني تاريخيا بأجيال أو في مراحل ظلمة وسوداء، وتاريخ العراق حقيقة من التاريخ المعروف لحضراتكم اللي هو كان منبر للعلم من أيام العباسيين، وخاصة في زمن هارون الرشيد الذي استطاع أن يترجم أكثر من 20,000 كتاب من لغات متعددة إلى اللغة العربية، وكانت بغداد تزهر وكانت منبر وكانت جامعة، والشاهد عنها أنه الجامعة أو المدرسة المستنصرية اللي كانت في بغداد اللي هي كانت عبارة عن يوفد إلها طلاب من دول متعددة لأخذ المعرفة والعلم. لذلك شهدت هذا أو شهد العراق بشكل خاص إلى انخفاض أو إلى مؤامرات، ولو إحنا ما نؤمن بنظرية المؤامرة بقدر ما هذا التاريخ يتحدث من أيام هولوكو إلى آخره. على أي حال حاول العراق أن ينهض بعد أن كونت الحكومة العراقية، وحاول المجتمع أن ينشر العلم والمعرفة على مستوى المدن والقرى والأرياف، ووصل الحال أن يكون عندنا منتصف السبعينات إلى بداية الثمانينات أنه مستوى مكافحة الأمية أو ما تسمى بالمكافحة الجهل أن تصل إلى 0%، وقد حصل العراق على جائزة من اليونسكو بأنه أصبحت الأمية في العراق تقريبا أكثر من 99% من الناس متعلمة أو بدأوا بالتعلم. المرحلة الأولى هو بدأ بالتعلم أي معرفة القراءة والكتابة. بعد 2003 جاء المغول الثاني التتر الثاني وحاول أن يجهل ويمحي هذه الصورة عن العراقيين، وأول ما ابتدأ بتهجير العلماء وتهجير الأساتذة وتهجير من لديه فكر أو لديه رأي، وبدأت التحطيم وكأنما مبرمج، وهو ليس يعني جاء نتيجة الصدفة بقدر ما كان مبرمج من قبل هؤلاء الذين سيطروا على هذا البلد، وبدأوا بمرحلة التجهيل. ومرحلة التجهيل اللي هي أعنيها هو تسطيح العلم، وعملية تسطيح العلم بمعنى أنه محاولة أن يكون الطالب يحصل على شهادة بدون أن يحصل على معرفة أو علم. ولذلك نلاحظ الجامعات التي فتحت والمناهج التي غيرت على مستوى المناهج الدراسية، إضافة إلى ما أصاب من وضع كارثي في العراق. ومن ضمن الإحصائيات اللي عندنا على سبيل الفرض لغاية 2017 مثلا، عندنا أكثر من يعني البلد يحتاج الآن عندنا أكثر من 6,000 مدرسة نحتاجها الآن، عندنا أكثر من 1,200 مدرسة بناء طين، عندنا بحدود 900 مدرسة أو 850 مدرسة هي عبارة عن كرفانات، هناك ازدواجات لثلاث مراحل للمدرسة الواحدة يعني ثلاث دوامات يعني من الصبح للساعة 11 ومن الساعة 11 للساعة 2 ومن 2 للساعة 4. عدد طلاب الصف الواحد بلغ 50 إلى 60 إلى 70، أي 4 يجلسون على مقعد واحد. عدد مدارس العراق في 2003 كان 16,500، كان عندنا 631 رياض أطفال حتى سنة 2003، كان عندنا 11,000 مدرسة ابتدائية، عندنا 4,000 مدرسة ثانوية، 238 مدرسة مهنية، 154 معهد معلمين، وينتظم في هذه المجموعة أو هذه الأرقام بحدود 6 وشوية مليون شخص. يدرسهم 280,000 مدرس ومعلم، هذا الكلام لحد 2003. انهيار التعليم بعدها
عدد المدارس اللي تم ضربها أو قصفها من قبل العدوان الأمريكي بحدود 2800 مدرسة بعد 2003. عدد المدارس المهدمة بحدود 2400 مدرسة. المدارس اللي دمرت بشكل كامل وأصبحت كانت ملاجئ ومواقع عسكرية قسم منها بحدود 5300 مدرسة. تقرير يونسكو عام 2015 قريناه وحللناه، عندنا 2 مليون طفل خارج مقاعد الدراسة الآن، وعندنا 1,200,000 طفل مهدد بترك الدراسة، عندنا 14,000 معلم مهجر، وعندنا عدد الأميين في العراق الآن في 2018 6 مليون أمي، يعني ثلث المجتمع العراقي الآن هو خارج مواقع الدراسة، أو ما تقريبا يعني بحدود 20%، إذا هم على الإحصاء مالهم 40 مليون 6 مليون 20%، بس إذا احنا على الحقيقة اللي عندنا بحدود 36 مليون. مؤشرات العالمية بالنسبة لجودة التعليم العالية والتعليم في العراق بشكل عام، الآن احنا من 140 دولة تم رانكينج مالتها يعني تسلسلها، احنا الآن بالمؤشر الأخير أو طلعنا من التصنيف في عام 2018 طلعنا من التقييم الدولي، لأنه ما عندنا أي معيار ضمن المعايير الدولية. مؤشرات التنافسية في مواضيع اللي لها علاقة بالمناهج الدراسية اللي ندرسها، وجدنا أكثر من 20% من المناهج تم تغيير بعض المناهج بسبب التأثيرات الأحزاب الدينية من مواضيع غير موثوق فيها ومواضيع فيها كلها كلام غير موثق الآن تدرس في مدارسنا. المقياس العالمي اللي حصلنا عليه حقيقة يعني مقارنة بالدول الأخرى اللي احنا كنا يعني أول مدرسة كانت عندنا في بغداد وفي الموصل وفي البصرة 1889، حضرت مؤتمر في مسقط بال2000 كنت أمثل العراق في حينها، أول مدرسة في عمان فتحت في مسقط 1976. فهذا المؤتمر كنا نناقش فيه موضوع التعليم العالي، كنت أمثل وزارة التعليم العالي في حينها ال2000. فده يقول وزير التربية قال إحنا أول مدرسة نفتخر فيها كانت عام 1976 فتحت في مسقط وتم قبول الطلبة فيها. فبمداخلتي قلت لحنا بال1976 كنا نخرج دكتوراه وماجستير بجامعة بغداد. فالتفتت علي وزيرة التعليم العالي الكويتية، كانت وزيرة، قالت لي بال76 تخرجون دكتوراه؟ قلت لها نعم، جامعة بغداد كان عندنا دكتوراه، والبصرة تخرج ماجستير، والموصل تخرج ماجستير ودكتوراه. فهذا واقع الحال الآن. لما احنا كنا ندرس الإعدادية المركزية عمرها أكثر من 100 سنة ببغداد، وسامعين بها حضراتكم، وبالموصل نفس الشيء هم أكو إعدادية مركزية. بالكود كان أكو عندنا مدرسة عمرها من 1908. الآن هذا واقعنا، أنه احنا عندنا 6 مليون طفل خارج مواقع الدراسة ويعتبرون قاصرين. اللي دخلوا للبكالوريا العام الماضي الوجبة مالتهم تابعناها، تعرفون حضراتكم عندنا 6 سنين ابتدائية و6 سنين ثانوية، يعني 12 سنة. تابعت بشكل إحصائي اللي كانوا داخلين إلى المدارس الابتدائية بسنة يعني 2008 و2006، ذكر الإحصائية اللي سويتها وحللتها، كان عندنا بحدود 1,200,000 طفل دخل مدرسة، اللي امتحن بكالوريا 100,000 علمي أدبي مهني بكالوريا سادس، نسبة النجاح كانت 38%، يعني 38,000 واحد نجح، يعني عندنا 62,000 واحد رسب، قول عادوا الامتحان، يعني دخلوا الجامعات لا يتجاوزون 42,000 طالب. هذا عام 2018. اللي 1,000,000 وحوالي 400 أو 500 اللي دخلوا الابتدائيات، طبعا هاي المسجلة رسميا، يجوز اكو اقل او اكثر ما اقدر، يعني هل هي استلمتها النتائج، معناه عندي تسرب بحدود 1,100,000 طالب تسربوا اثناء ال 12 سنه.
اللي ترك العمل واللي راح اشتغل واللي واللي. لذلك هذا الجيل اللي حيظهر مع احترامي تقديري إليه واللي احنا كلنا ثقة انه الوطنية والثورية ليس لها علاقة فقط في العلم لكن هي تزيد حقيقة. كان هناك برنامج موجود عند الجماعة اللي يحكمون العراق الآن هو تجهيل هذا الجيل ومحاولة نقله من المدارس ومقاعد المدارس إلى العمل. يعني ما معناها أن تجوع الشعب حتى العائلة الجوع بدل ما يظل جوعان يطلع المدرسة ابنه يشتغل يبيع كلينكس ولا يبيع مي على إشارات المرور حتى يجيب الأهل أكل والمدرسة بعدين تجي. إضافة إلى انتشار أو نشر نوع من الثقافة أنه الشهادة والعلم ليس بالضرورة أن يعطيك أو يوصلك إلى مرحلة الارتقاء المادي، بما معناها أنه في برنامج على التلفزيون أحد الأشخاص يقول دول دكاترة الجامعات والأساتذة وغيرها وغيرها شو يعني ناس على قد حالهم يلا مقدر يعيش حاله بينما أصحاب المحلات فكان هناك نوع من الترويج على مستوى حتى بعض أعضاء هيئة التدريس وبعض المسؤولين أنه ليس بالضرورة أنه خط العلم هو الخط الأساسي لبناء المجتمع أو لرقي المجتمع، وكأنما ربطنا العلم مع المادة، وهذا أخطر شيء بالمجتمعات عندما تربط المادة مع العلم، لأنه عمر المادة أو علم العلم ما بين المادة وليس المادة من العلم. وعلى ذلك تلقي عقدة الأغلبية من بعض رؤوس الأموال أنه لديه المال الكبير لكن ما عنده أي ثقافة وما عنده أي علم، وعقدته هو العلم أو الثقافة. وعلى هذا الأساس هاي التركيبة اللي يعني قدرت أحللها بطريقة بسيطة وحضراتكم يمكن أعلم مني وأعرف بلي هذا الطريق أنه كيفية نخر المجتمع وتجهيله بحيث يقدر يلبسه أي قصة أو أي موضوع ويحاول أن يوجهه بالاتجاهات اللي يريدها، وهذا ما نجحوا به فعلا في كثير من المراحل، وحاولوا أن يضحكون على الشعب بطريقة وأخرى بأنه القصص اللي كانت تروى لهم والحواديث والأحداث بأنه هذا ما عنده علم ولا يقرأ ولا يدرس فلذلك يصدق ما يراه أمامه، وخاصة من بعض المسيسين اللي كانوا يرتدون العمامة، وهؤلاء اللي هم سحبوا وأخروا المجتمع إلى مناطق مع الأسف أنا أسميها مناطق ظلمة. بعد تقييمنا ب 2018 إلى مستوى ورقي التعليم على سبيل الفرض حذكر لكم بعض الشغلات يمكن البعض يتفاجئ بها. عندنا 57 على مستوى الوطن العربي حسوالف، عندنا 57 مليون عربي لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، 30 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر، احنا النفط والغاز والبلدان العربية تعرفون، تريليون دولار على مستوى الوطن العربي فقط فساد إداري ومالي، 75% من اللاجئين على مستوى العالم هم عرب، 68% من الوفيات وقتولات الحروب عرب، 20,000 كتاب يصدر في كوريا أو في رومانيا بحدود 25,000 كتاب، أو في هنغاريا أو في فرنسا بحدود 32,000 كتاب تأليف، وكل الوطن العربي يألف بما معناه 3,000 كتاب للسنة الواحدة. عندنا 450 مليون عربي من سنة 2011 لغاية 2018 حصلنا على 2900 براءة اختراع، 450 مليون عربي. كوريا لحالها 50 مليون حصلت على 20,201 براءة اختراع خلال هاي الفترة. تم تشريد 14 مليون عربي خلال فترة من 2011 لغاية 2018. ولازلنا نسأل أنت سني لو شيعي، أنت مسيحي لو مسلم. ها
هاي الأرقام المذهلة أمامنا لما نشوف إحنا 450 مليون عربي، وعلى مستوى العراق طبعا عندنا تحليل آخر، مجموع براءات الاختراع العراقية خلال من سنة 2011 لغاية 2018 لا تتجاوز 90 براءة اختراع، علما أن ميزانية العراق تجاوزت 100 وكسور مليار دولار. ولو نرجع إلى أي دولة أخرى مثل الدول القريبة علينا نجد أن الرقم البراءات الاختراع اللي هي تبني المجتمعات تبني الصناعة وغيرها وغيرها زادت. على سبيل الفرض إسرائيل، إسرائيل لسنة 2018 عندها 1217 براءة اختراع، وكل الوطن العربي بسنة 2018 لا يتجاوز 400 براءة اختراع. كل الوطن العربي بماله وعلماء 400 براءة اختراع، 70% من عندها لغير عرب، يعني أجانب يعملون في جامعات وفي مراكز بحثية عربية. إذن هناك نوع من التصور يعني الشامل أنه المنطقة العربية تشهد إلى هكذا وضع، والحالة العراقية حقيقة كانت جزء مع الأسف أظلم من هاي المنطقة. يعني أنا ما أقدر أقارن القطر اللي طلعت ثاني دولة بالعالم أو تسلسلها كان ضمن العشرة الأوائل على مستوى التربية والتعليم، وتونس كانت ضمن التسلسلات العالمية المتقدمة، والعراق من 149 دولة طلع تسلسلنا بالضبط سنة 2017-18 طلعنا أوت برا التقييم، طلع رقمنا من 149 دولة طلعنا 147، ورانا كانت دولة ما أعرف شو اسمها والله من الدول التعبانة اللي حتى اسمها نسيتها. حقيقة كل هذا ماذا هو المطلوب؟ كثير من عندنا الآن من هذا الحديث اللي دا أتكلم به أصاب نوع من الإحباط أنه إحنا وين رايحين؟ نعم إحنا رايحين كنا للمجهول، رايحين لمسألة مع الأسف أقولها أنه مستوى التعليم هو اللي يبني المجتمعات، وإذا تريد أنت تطور أو تعتبر أنه العلم والمعرفة، لأنه الآن هو علم المعرفة والعالم الآن يشهد المعرفة وزيادة المعرفة، ولحضراتكم ليس بإضافة نوعية أنا إذا أضيف بقدر ما أقول أنه عبارة عن العلم، هو عبارة عن جمع هاي البيانات تحليلها حتى نخلق معارف، والمعارف تخلق الحكمة اللي هي الوزدم بالإنجليزي. يعني إحنا الآن إذا نخلق هاي المعارف وخاصة بوجود وسائل الاتصال المنتشرة الآن أصبحت المعلومة ليست صعبة على أي إنسان، على جوجل يدخل يجيب المعلومة تطلع له كاملة. فإذا متى نرتقي بمستوى التعليم ومستوى العلم بحيث نرتقي أعلى من مستوى المعرفة اللي توفرت نتيجة توفر وسائل الاتصال؟ لذلك ما موجود من بناء هيكلي للتعليم الآن، التعليم العالي أقصد والتعليم التربية على مستوى العراق، يؤسفني أن أقول أنه هناك نوع من عدم وجود استراتيجية لبناء جيل يفقه ويعرف وكيف يستخدم المعلومة في وقتها المناسب وفي مكانها المناسب. لأنه المهم أنه أنت تعرف هاي المعرفة اللي حصلت عليها متى تستخدمها وأين تستخدمها. ولذلك حتى في بعض رجال الدين مع احترامي وتقديري لهم يحفظ القرآن لكن لا يستطيع أن يترجم هذه الآية أين يكون مكانها الصح بحيث يعطي النتيجة صح. وهذا ما يعطينا بعض التفاسير أنه إذا استخدمت الآية القرآنية في موقعها الصحيح وفي حدثها الصحيح تكون مؤثرة عند المقابل، أفضل ما تكون أنها نوع من عدم وجود التشخيص الصحيح للمكان الصحيح. لذلك عندنا مثل كثير تقول مثلا إذا أنت تريد تحقق الرفاهية حسب ما تدعي فالمفروض أن تبني مجتمعك بالتعليم حتى يفهم الرفاهية، تريد تخلص من البطالة لازم تعطي نوع من المعرفة حتى يكون هذا عنصر فاعل. الدليل على كلامي المظاهرات اللي طلعت من الخريجين كليات ومن المهندسين والأطباء وإلى آخره، وتم رميهم بالحجارة أو تم رميهم أو ضربهم بالماء الحار وغيرها وغيرها، البعض ترجم هذه الحالة من خلال محطات الفضائية أنه بطالة. لا، تفسيرنا عنها إلها إحنا أن هذا يريد يشوف الناس أنه ذول خريجين كليات اللي واقفين بالشارع يدورون شغل ترى هذا مستواهم،
فلذلك اللي خلص كليته راح يضرب بالماء الحار ويطرد وينام بالشارع ويهان. هذا الإشارة هي اللي كان مطلوب أن تصل إلى المجتمع العراقي، أنه خريجين كليات وذول المهندسين وإلى آخره من الخريجين هذا مصيرهم بالشوارع وما عندهم وظيفة. فيا مجتمع لا تتجه على التعليم، لا تتجه على المعرفة، روح اتجه روح بيع مي بالشارع أو بيع كلينكس أو صير في ترشي أو صير كهربائي أو صير سمكري عند واحد تشتغل حتى تحصل لك كم فلوس وتعيش عائلتك. المقابلات اللي تم إجراءها من خلال المحطات الفضائية حوالي مدة 3 سنوات تابعناها وحللناها. في أحد البرامج اللي كان على واحدة من المحطات الفضائية أخذ سيرفي على كثير من الشباب اللي أعمارهم دون 18 سنة. أنت بابا ضمن مواقع الدراسة؟ كان يجاوب لا. قال لي ليش؟ قال لي شيلي بالدراسة، أنا يوميتي إذا حصل لي 5,000 10,000 دينار بالشارع أوديها لأهلي وعايش، يعني دراسة شو تسوي لي؟ ضيع وقت. هاي الثقافة اللي كان مفروض أنه مع الأسف أن يبثوا هذول اللي يقودون العراق الآن حتى يجهلون المجتمع، وجهالة المجتمع مثل ما تعرفون حضراتكم هو تمرير ما يريد بالمخطط، لأنه الناس المقابلة ماذا تفهم. لكن الحقيقة انقلب السحر على الساحر. الجيل اللي طلع الآن في ساحة التحرير والجيل الآن اللي طلع في ساحات المحافظات الجنوبية، وهذول الشباب اللي 3/4 فعلا خارج مواقع الدراسة بس كانت في داخلهم الوطن وحب الوطن وشعورهم أنه هذول الناس اللي يقودوهم نحو الهاوية. ولذلك اللي يتعرض الآن واللي فاتح صدره إلى الاغتيال والقتل والإهانات وغيرها 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 هم هذول الجيل اللي نعول عليهم. وعلى هذا الأساس الوعي الوطني مهما كان من برامج مرت عليه، وهي خاصة برامج التجهيل ورسم الصورة السوداء ومحاولة حرف المجتمع من مجتمع مثقف يبحث عن الحقيقة إلى مجتمع يؤمن بالخرافات، هذا اللي صار بالعراق. يعني كثير من الآن بعض الناس اللي نناقشهم حقيقة إيمانهم بالخرافات صار أكثر من إيمانه بالعلم والحقيقة. ولذلك أنت إذا تريد تدمر مجتمع ما في داعي أن توقف مصانعه ولا في داعي أنه تضرب شبابه، جهله خليه يؤمن بالخرافات يصير مجتمع متخلف. ولذلك تشوفون مثلا الدول التي تجاوزت هذه الحقب مثل اندونيسيا، مهاتير محمد لما اجى كانت اندونيسيا او العفو ماليزيا، الصينيين عندهم شكل والهنود عندهم شكل والماليزيين الملاوي هم عندهم شكل، يعني هذول يعبدون سبحانه وتعالى الله، هذول ما عندهم حتى رب. من جمع منهم وسوى منهم كتلة وطنية تؤمن بالوطن وبناء الوطن، وكل من يروح على دينه وعلى مذهبه يشتغل صح بناء. لذلك تجسيد الروح الطائفية وتعميق الروح الطائفية على مستوى المجتمعات خلقت أن هذا المجتمع يكون متجزل لأنه ما يعرف الحقيقة. في إحدى المرات والشيء بالشيء يذكر، كنت رئيس جامعة القادسية، اجتني امرأة كانت تشتغل عندي عجوز، قالت لي دكتور اعطيني اجازه بكره. قلت لها ليش بابا؟ اهل الديوان اذا حيشوفون البرنامج حيتذكرون الموضوع. قلت لها ليش؟ قالت لي بكره فرحه الزهره. قلت لها شو فرحه الزهره؟ قالت ما ما تعرف لهجته. قلت لها يا ما ما اعرف شنو فرحه الزهره. قالت مو لعد من كتل العمر. قلت له الزهره فرحت ووزعت وادي شنو. قلت لها الزهره يعني بنت فاطمه بنت رسول الله؟ قالت ايه. أيوبة فاطمة الزهراء توفت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام في روايتين 40 يوم والبعض يقول 6 أشهر. وعندما كانت تبكي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شاورها رسول الله قال أول من يلتحق بي أنت، فتوفت وراه عمر وين أبو بكر ثم عمر، يعني حوالي فترة 14 سنة. مين اللي شهد سالفة؟ قاعد عم يسلفوها. فحاول توضح لها مرة كبيرة عجوزه. في نفس اليوم كان أكو مجلس عند أحد الوجهاء مدينة الديوانية، مجلس يعني مال عاشوراء، فطلبت من مدير المكتبي قلت له سلم لي على فلان، قلت له اليوم أنا قاعد أحضر وياكم المجلس. فرحت والله، فقعد السوالف الرجل بعض السوالف، فقمت طرحت هذا الموضوع رغم خطورته في ذاك الوقت، إنه قلت له شيخنا سيدنا ما سولف لي شنو هاي فرحة الزهرة، سولف لي بعض السوالف. فلما بلشنا نحكي، طبعا كان ذاك الوقت اكو ناس
عندهم عقل ومنطق. فمن سولفنا السالفة الصحيحة وحكينا عن الحقائق والتاريخ، يبدو ناس الجهلة ما يعرفون شو هالحقائق. لذلك أرد أربط بكلامي هذا ومثالي أنه التجهيل يخليك أن تؤمن بالخرافات وبالقصص الغير منطقية. ولذلك كان هدف التجهيل هو ليس هدفا عشوائيا. تدمير هذه المدارس وإهانة الأساتذة وضرب المدرسين وتجويعهم وتقليل رواتبهم وجعل الطلاب يشتغلون برا وتفقير الشعب وتنزيل هذا المستوى الاجتماعي وعدم احترام الكبير وإلى آخره من النقاط، حقيقة خلت نوع من الثقافة أنه خليك جاهل حتى تتبعني. وهذا ما مورست في زمانات، وعندنا قصص كثيرة يمكن الأخوان أفهم مني بالتاريخ، كان عندنا قصص كثيرة أنه أنت لما تجهل شعبك يقدر يتبعك يعني. وهي السياسة الإنجليزية معروفة، فرق شعبك يتبعك. على هذا الأساس يا أخوان، أنه من أهداف التعليم واللي ما تخفى على حضراتكم، يعني يزيد من ثقافة أبناء المجتمع، يعتبر مصدر ضروري تقوية صلة العبد بربه. يعني حتى بالدين إذا تريد تعلم البشر، تعلم أبنائك العلم، يعرف شنو علاقته بالرب، لأن عبادة الرب هي ليست عملية ميكانيكية أو عملية فقط تصلي الله أكبر ثم الله وحافظ نص القرآن وما تعرف شو معنى الحمد ولا تعرف شنو يقول هو الله أحد، مثل الببغاء تردد. ولذلك احنا حتى في تدريسنا مرات نقول انه الحفظ جزء بس الفهم هو المطلوب. يعني انا خلي احفظ آية واحدة وافهم معناها افضل ما احفظ لي 20 آية وما افهم شو معناها. الدين معاملة يا اخوان، والقرآن عندما الله سبحانه وتعالى نزله ما نزله العرب للعالمين. يعني ما معناها المسيحي واليهودي والكافر والزنديق و كل هذا الكون اللي موجود الآن على الكرة الأرضية هو القرآن إله. ولذلك القرآن ليس مختص فقط في المسلمين، القرآن هو كتاب لكل العالمين. وعلى هذا الأساس فهم القرآن جزء من نشر رسالتك بشكل أقوى. وأنا ما أتطرق بهذا الحديث لأنه عندنا حديث كثيرة، ومرة ناقشت أحد الأشخاص على في إحدى الندوات داخل عمان، وكان يدعي انه هو من الشخصيات المرموقه على مستوى العلم بهذا الاتجاه. قلت له الراي والراي الاخر، ويجب ان نقبل بالراي والراي الاخر، ويجب عدم قمع الراي والراي الاخر اللي الان يصير. احنا لو كنا مؤمنين بالقران كان عرفنا سبحانه وتعالى اعطانا درس كبير انه كيف ان تكون هناك القبول بالراي والراي الاخر. قصص القرآن ليس فقط للحفظ بقدر ما تعليم البشرية كيف أن يكون الآخر أو يقبل الرأي والرأي الآخر. ليش تتنرفز مني من يشوف عندي رأي مواجه أو مضاد إلى رأيك؟ ليش تكفرني عندما أقول شيء يمكن أني وجهة نظري مقصورة وأنت أفهم مني أو العكس؟ لذلك هذا الموضوع هو جزء من بناء الثقافة. يعني ما أطلع الموضوع بقدر ما أقول الثقافة والعلم يعلم أن how to thinking، كيف نفكر، و why to think، ليش نفكر. وعلى هذا الأساس الكريتيكال ثينكينج اللي احنا نحكي به كثير هو انه ان نقبل النقد والنقد الآخر. هذا مين يجي من المدرسة، من الجامعة، من الأستاذ الجامعي اللي يوقف امام طلابه ويعلمهم شلون يسولفون، شلون يفهم، شلون يقتنع. ليس بضرورة انت ما تسمع مني هو اني مؤله، ولست انا نبيا ومحصن او مصان، انا رجل مثلك، مثل ما اقول رأيي حضرتك عندك رأي والأستاذ عنده رأي والدكتور عنده رأي وكل واحد منكم لديه رأي من خلال خبراته. هاي المنظومة حاولوا تفكيكها بعد 2003 مع الأسف، هاي اللي صار عندنا. حاولوا تفكيكها بطريقة مبرمجة وبطريقة فنية بحيث مستوى التعليم بدأ ينخفض 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 ينخفض. والدليل الآن عندنا 100 جامعة أو كلية أهلية على مستوى العراق، وإحنا كنا سنة 2003 8 كليات أهلية في العراق، الآن 100 وشوية كلية، كل واحد متنفذ عنده 4 أو 5 6 كليات. التسطيح اللي دا يصير الآن على مستوى الخريجين مع الأسف من خلال تقييمنا لهم ومن خلال تقييم بعض البحوث اللي توصلنا عن طريق التقييم أو الترقيات العلم، نجد أن هناك تسطيح وسرقات البحوث مع الأسف، ليس الكل، وأنا على الفضاء يمكن أطلع، لكن هناك تسطيح واضح.
بعض الأساتذة مع احترام وتقديري إلهم، البعض هم أفضل مني وأكثر بكثير، بس البعض منهم مع الأسف ليس لديه الخبرة في أن يدخل على مستوى دراسات عليا ويمنح شهادة ماجستير أو دكتورة. وين رايحين؟ أملنا كبير بهذا الجيل، جيل الثورة، جيل الانتفاضة، أن يغير ما يغير. وأملنا كبير أن يرجع العراق إلى ما كان عليه، اللي هو منبر العلم وقاعدة العلم. وكان العراق أحد أساتذة الأردنيين طبيب قبل فترة قاعد يمه، أن أستاذ متخصص بالأوعية الدموية خريج جامعة الموصل، وقاعدين كنا محفل كبير طبعا في ندوة في إحدى الفنادق، قال كنا نعتبر العراق هارفارد. خريج العراق اللي يجي من العراق هنا يأخذوا له تحية، لأن هذا خريج العراق. الآن شهادتنا تجي منا كما يعتمد، مشكوك فيها 500 مرة يكتبون صح صدورها، صحة صدور، ما صحة صدور. هذا اللي دي يصير مع الأسف. هذا دورنا ودور حضراتكم ودور الناس المثقفين، كيف ينشر الوعي، كيف يوصل هذه الرسالة. هو أنه يجب أن ننبه الموجود بالداخل والموجود بالخارج، أن ينشر وعي الثقافة، أن ينشر وعي العلم، أن نؤلف، أن نكتب، أن نعطي، أن نحاول نوصل هذه الرسائل إلى الداخل، حتى يعرفون أنه الطريق اللي ماشيين به هو طريق نحو الهاوية وليس نحو التقدم. البلدان تتقدم بالعلم. ما شفنا دولة عشوائية ظلمة، نسبة الأمية وصلت عندنا الآن أكثر من 42%، نسبة الأمية بالعراق 42%. طبعا ما يدعى 6 مليون اللي دا أقول لكم عليه، هذا اللي تم إحصائه. الآن عندنا المهجرين أولادهم حوالي أكثر من 37% من أولاد المهجرين ليسوا في المدارس. عندنا 2 مليون وشوية مهجر الآن. عندنا كرفانات بسيطة سووها عبارة عن مدارس، الكرفان لا يستوعب أكثر من 50 إلى 60 إلى 70 طالب، بها أكثر من 300 طالب 400 طالب كرفان واحد. يعني صارت مثل الدور مال السينما قبل، يدخلون 20-30 يطلعون ذولا، ومدرس قاعد يلا دخلوا المجموعة الثانية، يطيهم المعلم هل يقدر عليه يطلعها، والمجموعة الثالثة تنتظر. ليش؟ ليش بلد إيرادات السنوية 38 مليار دولار من النفط؟ ليش 38 مليار دولار إيراداتنا من النفط بعد أن انخفض النفط مو بأيام الارتفاع؟ ليش هذا وضع طلابنا؟ الجواب معروف، بس ليش؟ مو أولادك صح، مو أولاد المسؤولين كلهم مدارس برا وجامعات خارج البلد وكلهم. لذلك يا أخوان دوركم ودورنا ودور المحطات الفضائية الشريفة النزيهة أن توعي المجتمع وتصل هذه الرسالة إلى الكل، لأنه راح يطلع عندنا جيل بعد سنتين وثلاثة وأربعة. ترى أمي مع الأسف أمي، يعني الشباب اللي حيوصل عمره 18 و20 سنة خريج ابتدائية وتارك ابتدائية واصل متوسطة، يعني معناها أنه أنت عندك جاب، حيصير فجوة كبيرة. الكبار مثلنا خلصنا وطلعونا برا، هم الله يفتكرنا. والشباب اللي الآن دي يمشون نسبتهم جدا قليلة اللي عندهم نوع من الثقافة، لكن هناك فجوة تصير بين عمر 12 إلى 16 سنة، حقيقة الفجوة كبيرة، وراح يطلع جيل عندنا ما عنده أي شيء. لذلك رجائي وطموحي وتمنياتي ودعائي أن هذا البلد الذي كان قبل للأمة العربية يجب أن يعود من خلال الشرفاء النزيهين، الناس الطيبين اللي حريصين على هذا البلد، كيف نعيد هذا الواقع. كل شيء بدون تعليم بدون علم حقيقة يعتبر ناقص. المدرسة هي ليس فقط تعطي علم، وليس المدرسة فقط هي اللي تعطي تعلم الطالب يقرأ ويكتب، بقدر ما تعطي أخلاق، تعطي وطنية، تطي علاقته بالرب، تطي علاقته بالدين، علاقته بالأسرة، علاقته بالمجتمع، إخلاصه، نزاهته، لأن هي هاي المثل اللي مفروض المجتمعات تبنى عليها. الغرب تطور وتقدم من خلال العلم، ما تقدم من خلال العنجهيات ولا من خلال الخرافات. ولذلك
أخوان علينا أنه يعني هذا الموضوع هو يمكن طويل والوقت لا أشعر الأستاذ يشر، فيمكن نسمع من حضراتكم بعض الأسئلة. أنا أشكركم في يعني ختام حديثي اللي كان إلى حد ما بنوع من السرعة، لكن أعتذر لأنه الوقت محدد بالنسبة لي. شكرا. باسمكم جميعا أشكر الدكتور محمد عبد العال النعيمي على هذه المحاضرة القيمة. وحسب إحصائيات جمعها الدكتور النعيمي، يحتاج العراق الآن إلى أكثر من 6,000 مدرسة. هناك في العراق 1,200 مدرسة من الطين، 900 مدرسة من كرفانات. أيضا نسبة الأمية في العراق تجاوزت 42%. مدارس يكون فيها 3 شفتات من الدوام، 3 دوامات للمدارس. عدد الطلاب في كل صف 50 أو 60 أو 70، 4 طلاب في كل مقعد. إذا واقع مأساوي يعيشه التعليم في العراق. الآن نفتح باب النقاش والأسئلة على أن لا يتجاوز التساؤل بحدود الدقيقتين. تفضل دكتور هلال. السؤال حقيقة هو تعقيب وليس سؤال. التجهيل المتعمد الذي تعمد إلى العراق. أنا أذكر أنا كنت أستاذ في جامعة بغداد في الهندسة، كنا ندرس طلاب الدكتوراه، وأول قرار أو ثاني قرار اتخذه بول بريمر بإيقاف التخصصات الدقيقة التخصصات الطبية والهندسية. إذا الاستهداف التعليم في العراق، استهداف المجتمع المتعلم في العراق الذي يحمل أكبر عدد من حملة الشهادات العليا هم دولتين في الوطن العربي، العراق وفلسطين، نسبة لعدد السكان. وهذا هو الأثر الكبير حقيقة، أو أحد الأسباب الركائز اللي ارتكز عليها المحتل لتدمير الصرح العلمي في العراق، وتبعه من أتى مع المحتل. استهداف 5,000 عالم الذي صرحوا به يجب أن يقتل أو يكون ضمن المنهج السياسي الأمريكي أو يهجر خارج العراق. وهناك نوعان من القتل تعرض لها علماء العراق، هو القتل المادي وأعتقد هو هذا الأسهل، أما القتل الأقصى هو القتل المعنوي، إبعاد العالم عن محيط علمه وتهجيره إلى خارج محيط، أعتقد هذا هو القتل الأكبر. ثم اتجهوا إلى تدمير التعليم في العراق من التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي ومسلسل، هذا حقيقة لأنه معروف علميا بأنه الجاهل خير من يتبع. وهذه النظرية استخدمت على عكس ما كان يعوم فيها. كلنا نتذكر أن هناك كان قانون في العراق والتعليم الإلزامي، أن يحاسب الأب الذي لم يدخل أبنائه المدرسة، التعليم المجاني، نوعية التعليم. أنا تخرجت من بريطانيا وأذكر إحصائية عملت في جامعة شيفيلد، كانوا الطلاب العراقيين والصينيين أكثر قبولا وبدون أي نقاش. الطالب العراقي عندما يتقدم للدراسات العليا في الجامعات البريطانية يقبل مباشرة، عكس الكل المحيط العربي الآخر يختبر والآخرية. فسألت أستاذي وكان مسؤول الدراسات العليا في ذلك الوقت، قال لي أننا ما دخل طالب عراقي إلى الكورسات في الهندسية تحديدا والطبية إلا إذا كان له هو الأول والثاني على الكورس. فبالتالي هذا الكم من العلم الذي بني في العراق الآن يجب أن يدمر، فدمر بهذه الطريقة. والمأساة الأكبر بأنه اتجهنا إلى الخرافة، دين الخرافة. تفضل يا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا كبيرا للدكتور محمد عبد العال على هذه المحاضرة القيمة حقيقة والمؤلمة، ويعني ربما العراقي عندما يسمع هذه المحاضرة لا ينتابه الإحباط، لأن وجودكم ووجود الكثيرين هو أمل باقي في نهضة العملية التعليمية وتطور المجتمعات. ربما تطالعنا كثير من الحالات الاجتماعية أن الغني الأمي تشكل لديه عقدة التعليم عقدة كبيرة جدا، لكن لم تشكل عند أي عالم أو متعلم أو طالب علم عقدة الفقر، بل تكون هي دافع له للإبداع.
من ضمن الملاحظات اللي ذكرتها حضرتك، صدر قانون أو قرار أو تعيين لطلبة الكليات والجامعات يدمجوهم في الجيش برتبة نائب عريف، وهذه أيضا هي ضربة قاسمة تراد أن توجه إلى التعليم والمتعلمين. السؤال حتى لا أطيل، هل مناهج التعليم تحتاج إلى استقرار المجتمع حتى تنهض؟ وكيف يكون التعليم في يعني الظروف الخاصة مثل الظرف العراقي؟ حقيقة سؤال حضرتك أستاذ حارث جميل ولطيف، وإن شاء الله بوجودكم وجود الخيرين والطيبين والوطنيين، العراق أصابته كبوة ولكن سينهض إن شاء الله ما دام وجود هاي الروح الطيبة والنفسية الطيبة العطرة. سوف يعود العراق مهما طال الزمن، سيعود وسيزال الشوائب والأوساخ منه. لكن السؤال أنه ما دمره الأشرار، ولو هذا شعار البعض يقول الأشرار الأمريكان، لا هذول الأشرار أكثر، سيعده إن شاء الله بجهود الخيرين الموجودين الآن داخل العراق، وهالشباب الطيب اللي الآن عاري الصدور يتلقى إطلاقات حشاكم المجرمين. لذلك أنا أقول شيء، المناهج الدراسية التي تم تغييرها في على مستوى المراحل الابتدائية والمتوسطة وزج بعض السموم فيها، الغرض منها هو تسميم الفكر الشباب. لكن مقارنة المناهج الآن العراقية قارناها خاصة على مستوى الابتدائية والمتوسطة والثانوية، يمكن هيعترضون عليها بعض الأخوان، مقارنة بالمناهج العالمية وطرق التدريس الآن المتبعة بالعراق متخلفة بمستوى لا يمكن دخلها حتى ما تدخل بالرانكينج. يعني التصنيف الدولي لما إجا شاف الطرق التدريس اللي يقومون بها الآن ووسائل التوضيح وإلى آخره، حقيقة قالوا لهم أنتوا وين بيا عالم؟ يعني أنا مرة في إحدى الندوات قلت إحنا من أهل الكهف صرنا، العراق الآن من أهل الكهف، خلي يسمعني وزير التربية ووزيرة التربية اللي موجودة الآن. العالم وين اتطور؟ وصل إلى مرحلة التفكير الإبداعي. أما دا أحكي على بريطانيا ولا دا أحكي على أمريكا ولا دا أحكي على فرنسا، وعيب أن نحكي عليها لأنه غير شكل أمة، وكانما إحنا من غير طينة مخلوقين. ليش ما أحكي على فرنسا؟ ليش ما أحكي على قطر؟ الآن التدريس في قطر والإمارات والسعودية وفي الأردن وفي بعض الدول الأخرى مثل تونس وغيرها وغيرها، وصل مرحلة متقدمة أنه التلميذ يبدي يفكر. يطول التلميذ بالابتدائية كيس ستدي، يطول مشكلة يقولوا له كيف تحل المشكلة، how to solve the problem، كيف تحل مشكلتك. الآن التعليم اختلف، ما أصبح كتاب قراءة أو كتاب الخلدونية اللي كنا ناخذها، هذا جزء من التعليم. لكن الآن الطالب لازم يفكر أنه كيف راح يستخدم، طالب أو تلميذ عمره 7 سنين يستخدم موبايل آيفون وسامسونج آخر موديل ويعرف كيف يدخل ألعاب، يا معلم يجي يسولف له بعد أبجد هوز حطي كلما، وين الدنيا صارت؟ هذه الراد العقلية أن تقود بطريقة صح وتفتح آفاق بطريقة صح، لأنه المعرفة مثل ما قلت لكم قبل شوي أصبحت متاحة. الآن إحنا بالجامعات بلشنا نحرج إذا ما نقرأ يوميا، أدخل أنا محاضرة أتكلم موضوع أيقوا طلابي كلهم داخلين على الموقع جايبين نفس الموضوع وجايبين أكثر المعلومات اللي نملكها بعشرات المرات. فمن أسولف بعض مو أني أحكي عن نفسي، بس بعض الأساتذة مع احترامي وتقديري لهم وعلى مستوى التقدم والتطور الموجود بالمملكة الأردنية الهاشمية، حقيقة يعني موجود هذا التطور. زين أنت بالعراق ماذا تفوت تسولف على كتاب شفته قبل فترة بعثوا لي للتحكيم قبل حوالي شهر، رجاني كتاب تحكيم من العراق من إحدى الجامعات. هذا الكتاب يا أخوان 1976 مكرر، كتبت للشخص اللي بعث لي رئيس لجنة الترقيات ما في التحكيم، قلت له هذا الكتاب 1976 أنا قريته بالكلية مشيت بالجامعة المستنصرية، شو جاي تقارنها ب 2019؟ وين؟ وين هالمبادئ؟ النظريات كلها النصف جت مبادئ جديدة، وين نايمين؟ الكتاب يرفض ويفضل عدم تدريسه في الجامعات، هذا وين احنا نروح؟ وين 1976 وين 2019؟ الفرق ايش قد؟ جيلين 3 جيال.
لا زالت المصادر بعضها معتمدة في بعض البحوث وبعض الدراسات العليا اللي الدكتور تحدث عنها. أشوف ترقيات علمية تجينا المصادر 96 91 98 92 عمي يا تسعينات يا ألفينات الدنيا وين وصلت. لذلك أقول آني أنه الآن راث ثورة ثورة بكل شيء، لأنه الموجود الحالي حقيقة هو عبارة عن كبت وتحطيم للعقل، وهذا اللي احنا نخاف منه. لذلك احنا نريد انه العقل العراقي يقفز بجمب، يعني طفره كبيره، يصل الى مستوى الابداع والتفكير. يا مدرس شايل عصا بعد انتهت هذا الموضوع. الان التربيه والتعليم يطلعون التلاميذ برا بالحديقه بالكي جي برياض الاطفال، يرجعهم المعلم يقولهم كيف شفتوا الحديقه، اوصفوا لنا اياها، اكتب. هذا يقول شفت العصفور، وذاك يقول شفت الشجرة، وهذا يقول كذا. ده يحاول يطلع يكبر عقله بالتعبير. طبعا هذا حيبني شخصيته. وبالابتدائية نفس الشيء. بعد ما يعني أنا تابعت موضوع تغيير منهج الرياضيات اللي صارت عليه مشكلة بالعراق. حقيقة المنهج اللي جابوه مو منهج متخلف، منهج جديد وفعلا به نوع من التفكير، لكن ماكو أدوات تنفذه. يعني مثل ما أنت جايب سيارة 2019-2020 والسائق اللي قاعد بها ما يعرف شنو هذا من هذا، كلها كمبيوترات واصوات وتمشي، ما يعرف معناها. لو تذبحها تقتله، لو معناها ما يعرف يستخدمها. يعني من صار، لذلك احنا نقول الكلتشر ثقافه المجتمع يجب ان تتناغم مع التقدم. العلم والتعليم هو عباره عن خلق ثقافه. احدى دول الخليج في احدى المرات سوت هذا الهاي واي، الاوتوبان بالالماني، هاي واي سريع فلوس وغيرها، اللي ماتوا به خلال شهر 179 واحد انقلبت بسياره ماتت. لم يعرفون يستخدموا سرعة هائلة وعدم معرفة استخدامه، فسوى كارثة. ففي حين أتذكر كنا زائرين هاي الدولة إحنا لنتحدث، فدا يقول أحد الأشخاص إنه صار عندنا حوادث على الهاي واي. قلت له مو المجتمع ما ثقفته ورفعته إلى مستوى استخدام الأداة. يعني أنا إذا ما أعرف استخدم هذا الموبايل وأعرف شكو بيه، يمكن ما أعرف، أو سيارة أو أي حالة. لذلك ثقافة المجتمع يجب أن تتناغم مع الوضع اللي انت بيه. اما اذا ثقافة المجتمع جوه وتجيب له انت فد شيء عالي، لو يرفه وينفره، لو ما يعرف يستخدمه يأذي. فالان المشكلة اللي صايرة عندنا بالعراق هو بناء ثقافة. يراد لنا نثقف المجتمع بطريقة تدريجية، بحيث يكون المدرس والمعلم ورب البيت وربة البيت يثقفون اولادهم الى ان يوصلوا الى مستوى بحيث يكون يفهم ماذا يستخدم من اداة. هذا كثير مهم، وهذا اللي عندنا الآن بمشكلة احنا بالبلد. صار انه صار عندنا هاي الفجوة الكبيرة ما بين ثقافات العالم وما بين الثقافة الداخلية. يعني مع احترامي وتقديري احنا بنينا ثقافة متخلفة الآن بالعراق، وما اريد اتطرق لها عن طريق المحطة الفضائية. يعني ثقافتنا اصبحت ثقافة مع احترامي وتقديري، بس كان ممكن أن نخلق ثقافات كثيرة. وحقيقة أني أسعدني لما شفت ساحة التحرير بها مكتبة، فنانين، مثقفين، شعراء. يعني أقسم لكم بالله قلبي كبر، قلت وين ذولا؟ ذولا الخميرة، ذولا الأبطال، ذولا الأبطال. فعلا البلد إذا بخير، وما دام بخير البلد إن شاء الله ينعاد. باسمكم جميعا أشكر الدكتور محمد النعيمي على هذه المحاضرة القيمة. نرجو إن شاء الله من الله العزيز القدير أن يوفقكم جميعا لما فيه الخير للعراق العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.